اجل نشوف هاد السيد اش راه يدير. والله لا باز تبارك الله عليه. المهم يلا بنا نشوف بشوية نصور بلا معايق. المهم ولكن كيف تاخذ نتشاور معاه الا بغى نشر الفيديو، ما بغاش ما غاديش نمشي. تبارك الله عليك. اه حبيبي بخير. كيراك هدايا؟ لاباس الله ينور. غادي نصور فيك. مرحبا. عجبتني هذه اللقطة، جبنا على الشمس في الحج. في سبيل الله كل شيء في سبيل الله. عجبتني هذه اللقطة راك ديرها. الله يكرمك. واش غير بواحد هكذا فكرت راك تاه؟ لا لا ديما هكا ديما نتفكرهم ساكن. واه في سبيل الله. في سبيل الله. واه. وهذا الملك؟ ملي كيكون عندنا نشاولهم هذاك الزرع. الزرع ولا نشاولهم شي حاجة، وملي ما كيكونش حنا كن. كتشري من عندك شي لهم الزرع من عندك ولا؟ لا من عندي. ها؟ واه لا من عندي. انت نفس الوقت كترزق الله، كتسنى اللي يعطيك وكتعطي لهم. واه والله يجزيك بخير. تبارك الله عليك. كل شيء ديال الله. بغيت نسولك. بغيت نسولك. دابا في هذه الايامات ديال المشتى كيداير الحركة عندكم؟ والحركة الحركة ديال الله وصافي، راك عارف المشتى كيداير، غير الناس اللي كيتعاونوا وصافي. بسم الله. عارف المستقلين الشربه ما يشربوش بزاف الناس. اه غير اللي كيبغي يتعاون معاهم صافي. ها الناس الكوامة موجود الحمد لله. هذا الحال اللي عطيتي الماء ما خلص ما والو. معليش في سبيل الله. ها هو في سبيل الله. اللي خلص خلص. واه هذاك الشيء اللي كاين، اللي خلص خلص اللي ما خلص في سبيل الله. اه يبان لي الشرب ما قال لك حتى الله يحمى يدعي. هذا الشيء خلاص عند الله تعالى. ها خلاص عند الله تعالى. الشرب ما قال لك حتى الله يحمى شرب ومشى. كله دركا كله مسكين وكله العقلية ديالو حنا ما غاديش. المهم حنايا هذاك الشيء ناويينه في سبيل الله. يلا تبارك الله عليك. الله ينورك. يلا كما كتشوفوا هاد الناس هادو حنا كنقولوا في وجده القرابه، هاد الناس كيخدموا غير في الصيف، في الصيف كتكون عندهم الحركه، ولكن في المشتى كتكون عندهم حركه ناقصه. ولكن هما ما كيبدلوش الصناعه عندهم، هذيك الصناعه ما كيبدلوهاش، كيبقى على هذا الحال. يعني هما كيعتمدوا على الناس اللي كتهلا فيهم، كاين الناس اللي كيكرموهم، ما فيها باس غنتهلا فيهم. هاد الناس انا بعدا كنشوف من الاحسن الا بغيت ندير شي صداقه نديرها في هاد الناس اللي كيبغيو يخدموا، يعني كيديروا السباب. حسن واحد اللي كيجي عندك وكيبقى عليك اللي تكون مليح في القهوه يجي عندك يدور معايا، يعني متاخذين السعايه مهنه. الله يجزيكم بخير. بحال هاد الناس هادو نتهلاو فيهم، حتى هما ما بحالهمش، ما عندهمش كما كتشوفوا الحاله ديالهم، وحتى هما في نفس الوقت الناس طيبين. كما كتشوف هاد السيد صورته على غفله، ها هو كيعطي للحمام، كيشيل لهم الزرع من عنده. هو السيد جا شرب مشى ما قال له اعطيني لا والو، حتى هو شرب ما قال له الله يرحمه ويدي لا والو. المهم تهلاو في هاد الناس، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وتبارك الله عليكم، واللي نفق شي حاجه نفقها لوجه الله، يعني نلقاها قدامه. السلام عليكم.